خلصنا احنا يد عندنا سكنا في طرف الصيني وجانا التعويض جانا باش نعوضوا خلصنا مليون من عند العمران ملي خلصنا مليون ما استفدناش استفدوا الناس اللي جاوا غير ورانا سكنوا غير ورانا وحنا ما استفدناش وداو لينا مليون وملي قادوا ريبوا لينا الدار في الغياب ديالنا ريبوا الدار في الغياب ديالنا وحنا ما كاينينش وعلى حوايجنا وعلى كل شيء من 2003 وحنا كنمشيو نجو باش يعوضونا وقت ما مشينا للعمران يقول لك سيروا بلاتو ما عندكم حق. وحنا سيهام وكنحالوا في هذه الحالات حتى شي حاجه ما بانت لينا في هذا الحي لانه ما الكورنيش على الاسف كان ندوزو كنلقاو عامر الزبال والتراب وهذا الحي ديال الكورنيش ديال حي التراب الصيني وهو كان في هاد السكان اللهم كانوا هذاك البني ديالو كان مغطي على هذا الشيء اللي تعرى دابا بان هذا الشيء ديال الزبال وهذا الشيء ديالنا والمهم حنا دابا عندنا الملكيه وعندنا كل شيء وحتى هاد الناس حتى واحد ما بغى يشوف من هاد الحال ديال هاد السكان ديال حي التراب الصيني. غيبوا لينا ما حنا زنقت شي شاوة طرف الصيني وما عطينا والو وخلينا الله العالم بينا الله يرضي عليك وليدي وقفوا معانا وشوفوا من حان المسلمين شي عطاوهم وشي ما عطاوهم. انا كنطلب التعويض ديالي انا ما عنديش فين نسكن اليوم انا عندي 70 عام وعندي اليتامى انا ريبوا لي داري وهذيك هي اللي كنت عايشه بيها والدار الاخرى اللي كنت ساكنه فيها تا رابت وخرجني من الدار ودابا انا قاعده حايزه غير على الناس هاد الشيء راه ماشي معقول حنا كنطلبوا منك صاحب الجلاله توقف معانا راه المسؤولين ديال مدينه تاسفي راهم خربوا البلاد راهم خربوا البلاد راهم ما خلاوش راه ملكنا وعندنا الوثائق وداوه لينا وخلاونا حنا قاعدين في الزنقه. عندي دار في تراب الصيني رقم شيشاوه رقم 48 جا المزيش البلدي ريبها ليا وطلبته بالتعويض جرى عليا ما هو يعوضش ليا وعاد ما غنمشي الان غنمشي عند صاحب الجلاله نتكلم مع هاد الناس راهم خربوا البلاد وقلعوا لينا شغلنا ولهذا كنطلب التعويض ديال الدار ديالي. كنوجه رسالة ديالي لصاحب الجلالة الله ينصره ويطول لنا في عمره بأن نحن سكان تراب الصيني هدموا لينا السكن ديالنا وهدموا لينا احنا ما كناش جينا لقينا الدار ديالنا تهدمات من الوالد ديالي مسكين من 2003 هو كيمشي ويجي في البلدية ملي شدوا المقدم لاحوا من تما هو مسكين مريض حتى مات السبب ديال الوفاة ديالو هو المقدم ودروك احنا عينا ما نطلعوا ونزلوا بدون تعويض وعينا ما نطالبوا بدون تعويض بدون فائدة ما خلينا فين كتبنا العام كتبنا الباشا ما خلينا فين كتبنا ولكن بدون تعويض من هذا المنبر كنطلب صاحب الجلالة يوقف معانا الله يجازيه بخير والله يطول في عمره والله ينصروا لينا والله يطول لينا في عمره وشكرا. Thank you.